مساء الخير يا جماعة. اللي ما حطش لفراخه فيتامين هي سيلينيوم، فراخ التسمين اللي ما بيشتغلش بفيتامين هي سيلينيوم يبقى ما اشتغلش لسه في الفراخ الايه التسمين. ان هي سيلينيوم بيزود المناعة بتاعة الفراخ بشكل كبير جدا، فبيقي بقى من جميع الامراض التانية. يعني هو حائط صد ضد ايه، ضد ضعف المناعة، فبالتالي بيحميك من باقي الامراض. الحاجة التانية ان هو مضاد اكسدة، بيحمي برضو فيتامين الف وفيتامين دال من التأكسد، بيحمي الدهون اللي في العلف انها تتأكسد. حاجة كمان مهمة جدا، بيزود الخصوبة والمناعة بتاعة الضيوك. احنا في مرة كنا في شركة ادوية وفجأة لقينا الدكتور المشرف او الدكتور اللي بيحاضر لينا جاب نقطة كده من فيتامين اي سيلينيوم سنتي كده وحط على كوباية مية وراح شارب. قال له طبعا كان ده منتج امريكي مستورد، فبنقول له بتعمل ايه يا دكتوره؟ فالراجل قال لي يا عم النهارده الخميس يا رجال. يعني حاجه كده ما شاء الله، فيتامين اي سيلينيوم تقدر تعتمد عليه انت في كل حاجه. فالابيض التسمين يعني هي سيلينيوم، اللي ما اشتغلش بفيتامين هي سيلينيوم يبقى ما اشتغلش بايه، يبقى ما اشتغلش ابيض تسمين لسه. فيتامين هي سيلينيوم اعراض نقصه هعرضها لحضراتكم دلوقتي بالصوت والصوره او بالصور. بتصيب الاوعيه الدمويه، بتصيب القلب، بتصيب الرقبه، ممكن تعمل خلل عصبي في الرقبه كده تشوفه تحس ان هو نيوكاسل، الرقبه بتبقى ملويه لتحت او لفوق. بيسموه الكتكوت المجنون. ممكن يعمل انزفه بقى في الرقبه من ورا، هتشوفوا برضو الصورة في الفيديو دلوقتي. اللي يشوف الرقبة من ورا يعتقد ان فار او عرسة كلت او عضت الفرخة من ورا، لكن هي بتبقى نقص فيتامين هي سيلينيوم. بيزود الخصوبة حتى في الانسان. ان المفروض اللي برضو اللي عنده مشكلة في الخصوبة المفروض كل واحد فينا يطمن على نسبة الهي سيلينيوم اللي عنده، وكل واحد ياخد باله من اللي غاليه يعني. فبصراحة فيتامين اي سيلينيوم، فيتامين اللحم اللي ما اشتغلش بفيتامين اي سيلينيوم يبقى لسه ما اشتغلش في التسمين. لازم كل اسبوع على الاقل تنزل يومين كوقاية. يعني احنا مش هنستنى نشوف الاعراض اللي في الفيديو، الصور اللي هي اعراض النقص، انت هتستنى ليه الفيتامين ينقص في العليقة او ممكن تكون العليقة مش متزنة او لا، انت كل اسبوع بتحط يومين كوقاية، بحيث ان لو العلف عندك فيه مشكلة، لو العلف عندك فيه مشكلة او العلاقة ناقصة شوية او حصل اي خلل في امتصاص هي سيلينيوم يبقى انت عندك ايه تعويض من خلال مية الشرب. وجوده بنسبة عالية في الجسم بيديك ميزة احسن وميزة افضل للفرخ من ارتفاع المناعة ومن مقاومة باقي الأمراض ومن معدل تحويل عالي في اللحم، وبالتالي ده دور مهم جدا بيلعبه فيتامين هي سيلينيوم في فراخ الأبيض التسمين. يعني ملخص الكلام، احنا لازم كل أسبوع اللي عنده فراخ أبيض تسمين كل أسبوع ينزل يومين عشان يحمي نفسه من أعراض النقص. منسوش تعملوا لنا لايك وشير وتشتركوا بقى في القناة يا إخوانا عشان يصلكوا كل جديد في عالم الدواجن. وفي النهاية استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.